مساء الخير على مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. طبعا لا صوت يعلو دلوقتي على صوت مباراة القمة في النادي الأهلي، مباراة القمة رقم 117 ومقرر ليها بإذن الله يوم السبت اللي جاي على ملعب برج العرب في اسكندرية. فريقنا النهارده وصل تدريبات واستعدادا للقاء، وطبعا عارفين إن التدريبات مقفولة بدون أي حضور للإعلاميين أو أي حضور أصلا أو أي حد ممكن يعرف إيه اللي بيحصل في التدريب في الأيام دي عشان يكون في طبعا مزيد من التركيز. بكرة بإذن الله الفريق هيدخل في معسكر مغلق في برج العرب وهيختم تدريباته هناك كمان، وأكيد كلنا ثقة إن شاء الله في لعبة النادي الأهلي وفي الجهاز الفني منهم إن شاء الله يحققوا الفوز في القمة 117 ونتصدر الدوري المصري الممتاز. هنتابع معاكم النهاردة كل الأخبار اللي اتقالت واتكتبت عن النادي الأهلي سواء في الصحف أو في المواقع الإلكترونية وكمان على صفحات السوشيال ميديا، وكمان عندنا جولة كبيرة جدا في الأخبار المحلية والعالمية. هنتكلم كمان عن مباراة مصر ونيجيريا الودية امبارح، وهيكون ضيفنا وضيفكم دكتور ابراهيم داود نائب رئيس تحرير الكوره والملاعب. وكالعاده بنبتدي معاكم حلقتنا باهم العناوين. الاهلي واصل تدريباته المغلقه استعدادا للقمه. صفوف الاهلي تكتمل اليوم بعوده اللاعبين الدوليين. محمد يوسف مباراة القمة لن تحسم الدوري. عبد الحفيظ يحذر من خرق الحظر الإعلامي ويؤكد جاهزية سوليا. المنتخب يعود من نيجيريا وأجاري يطلب أودية باستاد القاهرة. محمد صلاح سادس أفضل مهاجم في العالم. وإنني يقترب من الدوري التركي. وبنبتدي حلقتنا كالعادة بأهم أخبار النادي الأهلي من الصحافة. الأهرام أزمة الوسط تربك حسابات الأهلي قبل قمة السبت، إصابة السولية وغياب بدو هشام يحرم عن سارتي رفاهية الاختيار. الأخبار الأهلي في حالة تركيز لسارتي في حيرة لديدة بسبب كثرة الأوراق الرابحة وفرمان بغلق التدريبات. الأخبار المسائي الأهلي يختفي، تدريبات مغلقة للفريق قبل معسكر الإسكندرية والصفوف تكتمل بعودة الدوليين. الجمهورية قبل القمة 117 مارس وش السعد على الأهلي. الشروق مكافآت مضاعفة للاعب الأهلي للفوز بالقمة. لاسارتي طلب مشاهدة آخر 5 مباريات للزمالك وجلسات تحفيزية من السداسي الكبير لباقي اللاعبين وتغييرات بسيطة في تشكيل لقاء السبت. الجمهورية لانشغالهم بمباريات في الدوري المحلي كبار حكام أوروبا خارج الخدمة الأوزباكي إرماتوف الأقرب. الجمهورية آخر كلام 30 فرد في موقعة المصير.